تخيلوا اني انا حاليا واقف او جالس على بحر البلطيق المتجمد، اللي خلفي كاسحة الجليد الفنلندية سامبو. احلى تجربة ممكن تسويها في حياتك. صباح الخير، الساعة 8:30 الصباح توقيت فنلندا. اليوم بإذن الله عندنا أهم رحلة. وصلنا السيارة، لازم ننظف ثلج. متغطية يا محمد؟ خلي لي جزء يا أبو مشاري، خلي لي جزء، الجزء حقي أنا بشيله عشان لا تقول ظلمتني وشغلتني. لا لا لا, لا. انت اذا فيك خير ابغاك بس تطبخ. الله المستعان، هذا امره سهل. ورطت نفسك بالطبخ؟ لا انا هذا امره سهل والله. ورطت نفسك. يا هلا فيكم من المنتجع الثلجي في مدينة كيمي. مدينة كيمي تبعد عن رفانيمي تقريبا ساعة ونص بالسيارة على حسب وضع الطقس والثلج مثل ما تعرفوا. طبعا هني احنا لازم نوصل في هذه المنطقة نزور المنتجع الثلجي اللي هو ما زال قيد الإنشاء، يحتاج تقريبا 20 يوم لين يخلص بناء هذا المنتجع وتقدر تزوره. طبعا هو في قسمين، قسم خارجي اللي هو المنتجع الثلجي احنا زرناه، لو تشوفوا الفلوق السابق لي في القطب الشمالي في النرويج بترمسو، وايضا في قسم داخلي. فاحنا هنا سجلنا قبل ما نطلع على كروز سامبو. بس قبل كل شيء راح اخذكم جوله بسيطه على المنتجع الثلجي من برا، وبعدين نروح للداخل نتغدى، وبعدها ايش نسوي؟ نصور منتجع الثلجي من الداخل او الاشياء اللي منحوته بالثلج، وبعدين ننتقل الى النشاط المهم السامبو. هذا الفندق من الخارج، طبعا في نحاتين من اغلب دول العالم ينحتوا الفندق من الداخل، وهذيل الايس جلو او المنتجعات اللي مطلة على البحيرة، فتكون وايد حلوة لرصد الشفق القطبي. اروح اصور لكم اياها هناك. هذا هني الفنادق او الغرف، شكلها جدا جميل ملاصق لي المنتجع او الفندق الثلجي. طبعا الفندق الثلجي ما زال قيد الانشاء. شوفوا هني بعدهم يضبطوا المكان. شوف شكل المنتجع والغرف، كلها زجاجية وسقف بانورامي، وتكون مطلع على البحيرة المتجمدة، فهذا يعطيك فرصة حلوة كبيرة لرصد الشفق القطبي. جميل جدا المكان. نرجع مرة ثانية إلى داخل هذا المبنى نتغدى نصور شوية، وبعدين ننتقل إلى أهم نشاط بالنسبة لي. أتوقع أن أنتم إن شاء الله إذا شفتوه راح تتحمسوا للمكان وفكرة النشاط هذا. هذه الكروز اللي راح نطلع فيها السامبو. ما شاء الله المكان خطير شكله. هذا منحوت الدلفين، خشمك. الحين وقت الغداء، نتغدى على السريع، ما في عندنا وقت، تقريبا 15 دقيقة. باخذ هذه للذكرى. This is the one I'm talking about. ممنوع انك تطلع بروحك بالسيارة، ما يصير تدخل المينا الا عن طريق الباص لانه غير مصرح.
الحمد لله رب العالمين وصلنا مينا هاربر مرسى كروز سامبو كاسحة الجليد الفنلندية. هذا البحر اللي قدامكم بحر البلطيق متجمد تماما. وانطلقت كاسحة الجليد إلى أعماق بحر البلطيق المتجمد. راح تتحرك الكاسحة لمدة ساعة، بعدها راح توقف بوسط خليج بوثينا. كاسحة الجليد هي عبارة عن سفينة مصنوعة ومصممة بتصميم خاص ومزودة بمحركات ومراوح خاصة لأغراض الإبحار في المناطق المغطاة بالجليد. الهدف منها تكسير الجليد لعمل ممرات مائية لتسهيل حركة السفن والقوارب، وأيضا مساعدة السفن العالقة في المناطق المتجمدة بالبحر. دخلنا داخل السفينة، في مثل مطعم وكذا مكان للاستراحة. قلنا ندفى شوية قبل ما نكمل جولتنا مرة ثانية. هذا المطعم الداخلي، الناس صورت برا عيات تريح هني. صراحة أنا ما أخذ احتياطاتي، ضبط لي كرك. شوف هذا بس كرك تحط عليه ماي ساخن وخلاص. هذه حسب حسابي من الشقة، شوف كم درجة حرارتها 78، يعني حط الماي الساخن وخلاص. أبو غلط، بطل الترمس حبيبي. احنا في وسط بحر البلطيق في المحيط هذا المتجمد، طبعا في كاسحة الجليد الفنلندية سامبو. كاسحة الجليد هذا تم بناها سنة 1961 وخدمة الحكومة على مدى 30 سنة. بعد 30 سنة طلعوها تقاعد وشرتها مدينة كيمي الفنلندية تقريبا ب 167,000 يورو، وصارت سفينة سياحية. نازلين من الكروز على بحر البلطيق المتجمد، يا الله المنظر. طبعا هذه الكروز او كاسحة الجليد اللي قدامكم طولها 75 متر، وزنها تقريبا 3500 طن، وسرعتها 16 عقدة في الساعة. طبعا الحكومة الفنلندية طلعتها تقاعد، تعتبر في وقتها اكبر كروز او اكبر كاسحة جليد في فنلندا. وطبعا كان في كاسحة جليد بنفس الاسم اشتغلت على مدى 60 سنة بنفس الاسم، اسمها سامبو. الحين في كاسحات جليد اكبر منها، تخيلوا هذه طولها 75 متر. كاسحة الجليد الجديدة طولها 270 متر، تخيلوا الحجم بين هذه وبين الجديدة. أنا بالنسبة لي هذا واحد من أهم الأشياء اللي سويتها في حياتي، إني أكون واقف وسط بحر البلطيق المتجمد. هذه تجربة جدا جميلة. طبعا في سواح كثير من جميع دول العالم في مختلف الدول، لازم تحجز بشكل جدا مبكر علشان تحصل فرصة انك تركب هذه السفينة. شلون ما قادر بسبب الاجواء وايضا بسبب الجليد هني او الثلج. الكروز هذه تاخذ في الرحلة الوحدة 150 شخص، فلازم تحجزوا بشكل جدا مبكر اونلاين من موقع سامبو بالنفس. ايضا
هذه السفينة تستقبل سواح خلال فترة الشتاء تقريبا كل موسم 10,000 سائح من 50 دولة على مستوى العالم. طبعا هذا يعتبر رقم وايد كبير على كروز أو كاسحة قليل. هذا لبسي الحين، لا تضحكوا شكلي بطريق أحمر أعرف، لكن الحين نروح لنشاط good. الحين نروح للطفو فوق الجليد أو البحيرة. بطريق أحمر. To keep your chin close to your chest like this, and then just relax and enjoy. محمد don't go. محمد لا تروح. بطريق. Is that phone waterproof? It's waterproof. Okay. Yeah. That's good. Yes. نسبح الحين في بحر البلطيق المتجمد. من هذا؟ هاي. محمد. تعال. هنا على الخاصة. تعال أيها البطريق الأحمر. الله متعة. طافوا فوق بحر البلطيق المتجمد كلها أحمر علشان كل حد يشوف. وينك يا حبيبي؟ وينك؟ ما أشوفك. تعال 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 تعال. ماي ماي فريند. بطريق فرم سود يا رجل. تعال 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 يا ابو غلا. ابو غلا بالله. اهلا وسهلا. كيف التجربه؟ اقسم بالله استثنائيه في حياتي ما سويت. تدري يا ابو غلا هذه اللبسه يستخدموها كبدلات انقاذ في بحر البلطيق. يا سلام. تحميك من البروده وتساعدك على الطفو. اقسم بالله شيء جميل جدا 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 جدا. تجربه استثنائيه في حياتي. بس صراحه اول مره اشوف بطريق احمر في جنب. واو يا جنان. انتهينا من نشاط الطفو على الجليد. تجربة كانت جدا جدا رهيبة، وايد وايد حلوة. الملابس هذه تحميك من البرد وتساعدك على الطفو. صراحة تجربة شيء خرافة. محمد وقفت الكسح، خلينا اجرها. يلا ابو مشاري شد حيلك. الحين صار وقت مغرب. خلاص هو مو وقت مغرب، تقريبا الساعة 3:30، لكن خلاص ما في شمس، شمس غابت. نرجع إلى كاسحة الجليد. الكل منا عنده أحلام، بس القليل يسعى لتحقيق أحلامه. الأغلب دايما يفكر بالحواجز المعوقات ويوقف عندها. حواجز الحياة دائما موجودة في كل شيء. الهدف مش أنك تلغيها، الهدف أنك تتعلم كيف تتخطاها بأفكارك وطموحك وإصرارك. خلك نفس كاسحة الجليد هذه اللي اخترعها، ما فكر بالحواجز فقط، فكر كيف يتخطى حدود البحار المتجمدة بمجرد فكرة وإصرار. اسعى لتحقيق أحلامك دائما، لا تكتفي بالحلم نفسه. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو، ولا تنسوني من دعمكم.